الزعن زران اجمع الحجر حدا خابيه ما شتهاش ياك كان مهزونا تما هو وجا واحد الولد وهز ذاك الحجر يضربها وريني راه قاصحنا من هنا هو توكم انت فايزغورن ودابا كيبقى صحتك مزيان شوية يوين وشوية هذا النهار بعد لا بأس وليدي سنات القضية هذا النهار بعد لا بأس عليا راه مازال شوية من هنا يقطعني من هنا من هنا من هنا ولا من هنا مازال يحرقني خويا الوالدة ديالي مشيت باش نجيبها على أساس تعيد معايا في بني ملال وحنا ساكنين في بيل الويدان جامعة بيل الويدان إقليم الزيلال وبعيدة علينا على أنا هي بعيدة عليا الوالدة من بني ملال البلاصة فين ساكنين في الجبل جيت تازركونت بواحد 60 كيلومتر مشيت ليها باش نجيبها وصلت تما وقعت هاد الحادثة هادي وقرصتها اللفعة جيت مع السبب ديريكت قالت لي قرصتني اللفعة في البلاصة عتقتها جدها بالزربة جيت بالزربة وانا نعيط للجامعة ديال بيل الويدان هما اللي قرابين ليا باش يصيفطوا لي لومبيلونس مع يت عليهم قالوا لي ودي لومبيلونس راه دات واحد المرأة عندها ديالي حتى هي فشي قنت قلت لها صافي ماشي مشكل عاود عيطت للوقاية المدنية فعلا قالوا لي مرحبا فينا بلاصة قلت لهم ودي بين افورار وسميتو حيت انا جاي في الطريق باش نتلاقى معاهم قلت لهم بين افورار بيل الويدان قالوا لي مرحبا انا جيت مع الطريق دخلت جيت عندنا شوية ديال البيست ملي دخلت للكودرون تلاقيت مع لومبيلونس فعلا جاو لحتى مع لومبيلونس مع واحد الاخ ديالي هو يجيبها لهنا لوبيتال ديال بني ملال والحمد لله راه وقفوا معاها راه في خير هي دابا راه ولات لاباس اللهم لك الحمد هذا الشيء اللي بغينا حنا الوالده تبقى لينا هذا هو الربح ديالنا حنا وملي جينا لهذا السبيطار راه وقفوا معنا وراه هي في خير وعلى خير احنا ولينا كنشوفوها واخا ما عيداتش معنا الدنيا هانيه المهم تبقى بصحتها هذا هو الربح اللي فعلي صورات راه كاينه في البورطابل عند ولد ولد ولده توصلنا بواحد الحاله ديال لدغات ديال الافعى بالنسبه للسيده ايزا اللي جاتنا من اقليم ازيلال من حسن الحظ ان السيده جات في الوقت جات في الوقت قريب تم استشفاء ديالها بقسم العنايه المركزه وكان كانت اون بريزون شارج ملتي ديسيبلينار جميع التخصصات اللي قاموا بالعلاج ديالها الحمد لله ان الحاله ديالها استقرت وجبناها هنايا عندنا في قسم الجراحات العظام المفاصل غير بغيت نشير ان بحال هاد الحالات الى جاو في وقت قريب وما ما ضيعوش الوقت في مسائل اللي تقدر تعطل لهم تعطل العلاج بحال الشكل ديال تيستعملوا التشرات بالشفره ولا بحال الغاز ولا بحال هذا هادشي تيعطل لا بريزون شارج وبالتالي كيؤدي للعواقب خايبه الحمد لله ان كاين هنا في المستشفى راه متوفر على الامصال بالنسبه لو سيروم اونتي في بار دونك ما كاينش واحد التخوف غير اللي تنوص اللي بغي الرساله اللي بغينا نوجهها للاخوان ان بحال هذه الحالات لا لدغه ديال الافاعي ولا لسعه ديال العقارب خاص يجي المصاب في اقرب وقت من اجل باش تكون النتائج ايجابيه لقيت الصباح ملي بغيت تلبسي البلغة ديال البلاد سوسية سوسي البلغة ديالك والفراش ملي بغيت نعسي فيه سوسي لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيه ليصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس